السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع إن شاء الله اليوم في سلسلة ترميم الأسنان وسعة التهدم Restoration of Widely Destructive Teeth، نحكي إن شاء الله عن أهم عن طريقة تثبيت أو صناعة البوست بأنواعها، سواء الكاستوم أو البري فابريكيتد، وسواء الاندايركت أو الدايركت. فخلونا نبدأ. أتمنى في البداية أنه تدعمونا من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة، أيضا بإمكانكم التواصل معي لأي اقتراح أو استفسار من خلال روابط وسائل التواصل الاجتماعي الموضحة. نحن في الماركت عندنا إما البري فابريكيتد بوست، المثال مثلا اللي بنعرفه، أو فايبر بوست، وقد يكون عندنا الكاست بوست المثال، أو حتى الايستيتيك اللي مثل الزركونيا والجلاس سيراميك وغيرها. بالنسبة للكاستوم بوست أنكور، نحن عم نحكي الآن عن أنواع التاد والقلوب المعدنية أو القلوب الخزفية التجميلية يلي الحقيقة تصنع في المختبر. يعني نحن بنحضر القناة وبيتم أخذ إمبريشن ومن ثم إرسالها للمعمل. طبعا هي عنا نوعين لإلها لأخذ الإمبريشن، إما إندايركت أو دايركت. شو نعني بهذا الكلام؟ نحن بالنسبة للإندايركت ممكن نأخذ الإمبريشن من خلال بوست مخصص، أو حتى أحيانا من خلال بعض الوسائل البدائية الحقيقة مثل سلك تقويمي أو حتى عود كبريت. نحن طبعا نأخذ أشعة في البداية لحتى نعرف طول القناة، ومن شيل الكوتابيركا ممكن بالبيزوريمر، ممكن بأي أداة من الأدوات اللي هي كان التريتمنت بير فينا نعتبرها، ونعمل توسيع للقناة قبل بعدين نحن نحضر ونتحقق من التحضير ونعمل الإمبريشن. ممكن من خلالها نحن نعزل القناة، بيتم عزل القناة ومن ثم بيتم وضع حتى ناخد إمبريشن أو نسخة عن طبعة القناة. ممكن ندخل اللايت ماتيريال إمبريشن سيليكون من خلال إدخال مادة مطاطية اللايت داخل القناة عبر البوست، وناخدها ونحقن طبعا المنطقة اللي فيها الفراكشر توث، وناخدها ضمن إمبريشن واحدة مع التري فوقها، وبعد هيك نحن بناخد إمبريشن فيه ونبعته للمعمل حتى يتم بالتالي كسيو وصبه بالطريقة التقليدية اللي بنعرفها. أو أنه تكون دايركت، بمعنى أنه نحن نستخدم الباترن ريزين، نحن ننسخ طبعة القناة بالباترن ريزين ونبني الكور بالباترن ريزين ونرسله للمعمل لعملية صبه، أو حتى عملية أنه نحن نحوله لخزف من خلال تقنية الكاد كام. يتم وضع البوست داخل القناة، طبعا بعد عزل القناة نحن بنحط مادة الباترن ريزين ونضل من داخل الوتد ومنطلعه لحتى يتم عمل نسخة للقناة بشكل كامل بتظهر عنا من دون أي فجوات. بعد هيك بنبني الكور بمادة الباترن ريزين، بيتم مثل ما أنا شايفين صناعة الوتد والقلب، بتكون الدايركت ميثود البوس من خلال تقنية الاندايركت. نحن هون الاندايركت بنعمل في أوتاد طبع خاصة بندخلها، بنحقن مادة الطبع داخل القناة ومن داخل البوست، وبنحقن اللايت ماتيريال، وفوقها بيكون عندي المادة البطي أو الهيفي. فهيك نحن بناخد طبعة البوست مع طبعة الفك بشكل كامل، والفني بعد هيك بيصب الكاست وبيعمل التشميع والكسي والصب بالطريقة اللي بنعرفها، بمعنى انه نعمل واكسينج وانفستمنت وكاستينج، فبيكون بالتالي عندي البوست والكور المصبوب. مثل ما احنا شايفين هي النتيجة النهائية. وطبعا الان صار في حتى انواع الزركونيا او حتى الهايبريد او الجلاس سيراميك متاحة. هاي الصورة هي من دراسة بالتكست بوك اوف اندودونتولوجي بالسيكند اديشن لبريبينت سيلف. أشارت الحقيقة من خلال هذا الكتاب هي دراسة على أنه الفايبر بوست كان هو الأفضل والأكثر موثوقية. إذا بدنا نحكي نحن كخطوات تحضير، مثل ما قلنا نحن بنعمل إزالة الكوتابيركا، تحضير للقناة، توسيع للقناة، بنعمل برايمر، بنطبق البرايمر على الدينتين داخل القناة لنعمل نوع من البري تريتمنت البرايمينج، فبعد هيك بنطبق اللوتينج ايجنت، وبنطبق بعد هيك البوست، وبنعمل الكور، وبعد هيك بنحضر الكور لحتى ناخذ امبريشن ونعمل الفاينل كراون او الفاينل ريستوريشن على الكور بيلد اب. طبعا هذا كتاب البرينغ هولدز تكست بوك ان اودونتولوجي سيكند اديشن، دراسه اولى عن تاثير تصميم الاوتاد المختلفه وتركيبها على توزيع الجهود في الاسنان الخلفيه بالماكسيلري بالفك العلوي. دراسة كانت في الانديان جورنال اوف دينتال ريسيرش بال 2009 العدد 20، حكت الحقيقة كخلاصة
طبعا استخدمت 4 ميتاليك بوست، البارا بوست اللي هنحكي عنه بعد شوي، سواء الاكس اتش والاكس تي والاكس بي والفليكسي فلينج، واستخدمت ايضا فايبر جلاس بوست كمان من نفس الشركه من نوع بارا بوست. فوجدوا انه الفايبر بوست اعطاني التوزيع المتجانس للجهود بشكل افضل منه مع الميتاليك بوست. دراسة أخرى بالـ Journal of Prosthetic Dentistry بالـ 2002 عن Resistance to Fracture of Endodontically Treated Teeth Restored with Different Post Systems لبيغو ماكايان إتقال كconclusion، أعطتنا الحقيقة الستدي أنه ضمن طبعا محدودية الدراسة معدلات الفشل كانت أعلى مع اللود اللي كان مسجل من خلال الأسنان المعالجة لبيا والمرممة بالـ Quartz Fiber Post، وانه حتى موضوع تكرر الكسور والفشل على مستوى الاوتاد كان في سواء مع كوارتز فايبر او مع الجلاس فايبر بوست. دراسه بالجورنال اوف بروستودنتكس بال2001 كورمير اتقال دراسه ان فيترو عن مقارنه لمقاومه الانكسار ونوعيه الفشل اللي بيحصل بالفايبر وبالسيراميك وبالكونفنشنال كاس بوست من خلال عدة أنظمة. حكت الدراسة كخلاصة على أنه الفايبر بوست أعطاني أدفانتج على باقي أنواع البوست ناحية أنه عدم قدرة إصلاح الكسر بالنسبة للبوست اللي معمول بالطريقة المعدنية، بمعنى أنه الكسور فيه unrestorable، وأنه الفايبر بوست كان أسهل من ناحية معالجة الفشل اللي بيحصل من خلاله. دراسة بالأمريكان جورنال دنتستري بال2000 لفيراري اتقال عن clinical evaluation of fiber reinforced epoxy resin post and cast post and cores، كخلاصة عطتني انه الفايبر بوست كان افضل من الكاست بوست على المدى الطويل. دراسة لريم الخاطري ايضا في جامعة عجمان كان عن فحص وانظمة ونماذج الفشل في الاسنان المعالجة لبيا بالكاد كام اللي من خلال البوست اند كور المصنوعة بتقنية الكاد كام. حكت الدراسة على انه ما كان في الحقيقة فرق ملحوظ صرريا في مقاومة الكسر بين سواء ميتال او الزيركونيا او البي اي ان سي بوست واند كور، وانه البي اي سي ان ممكن الحقيقة تكون تقنية بديلة للميتال او الزيركونيا بسرعة البوست اند كور بطريقة الكاد كام. فمن خلال مجموعة الدراسات هي فينا نستنتج انه الفايبر بوست اعطاني قدرة اصلاحية اعلى، اعطاني توزيع جهود افضل، اعطاني قوة اكبر، اعطاني نجاح على المدى الطويل افضل. نحن بالنسبة لعملية تثبيت الفايبر بوست باعتبار انه نحن الان خلصنا لخلاصة انه الفايبر بوست ممكن يكون خيار افضل، طبعا ضمن الانديكيشنز اللي حكيتها من خلال عملية من خلال محاضرة الاعتبارات الميكانيكية اللي حكيتها، امتى بنروح باتجاه الميتال، امتى بنروح اتجاه الفايبر، وامتى بنروح اتجاه الاناتوميكال وغيرها بوست طبعا. ففينا نحن الان نحكي او نركز على الفايبر بوست باعتبار انه تقنية يبدو انها اكثر فعالية اكثر نجاح في ممارساتنا السريرية. حنخلص الى خلاصة على انه نحن كبوست في العيادة حيكون عندنا 4 خيارات علاجية نحن عم نشتغل، إما أنه نحن الفايبر بوست هاد ما بيحتاج أي سيرفيس تريتمنت، أو أنه طبعا هذا بيحصل مع بعض الشركات يلي بتعمل نوع من الكيمستري بين السمن تبعها وبين البوست، أو أنه رح يكون عندنا حاجة لأنه نعمل ساند بلاستينج وتريتمنت بالسايلنت كابلينج ايجنت. حنشوف هي خاصة مع الشركات يلي بتبقى عاملة سيلف إتش سيمنت ما بيتطلب تطبيق بوند، لكن محتاج إنه نهيئ السطح على مستوى البوست من خلال عملية ترميل ساند بلاستينج وتطبيق الكابلينج إيجنت سايلن. حنشوف جروب 3 إنه لا، نحن هون عم نحكي عن طبعا الجروب 2 هو غالبا بيبقى كوارتز أو بيبقى زيركونيا بوست. الجروب 3 نحن عم نحكي عن جلاس سيراميك أو عم نحكي عن هايبريد ريزين بوست. هون نحن بنحتاج انه نعمل له معالجه بالهيدروفلوريك اسيد متبوع بتطبيق السايلن ككابلينج ايجنت. هون نحن عم نحكي عن اذا كنا عم نعمل مثلا تثبيت بسيمنت لفايبر بوست، بعض الشركات ما بتتيح البروبرتي انه نحن في كيمستري بين السيمنت والفايبر بوست بتعفينا من اجراءات البرايمينج، فلا بهيك حاله لازم نعمل التهيئة لسطح البوست من خلال تخريش بحمض فلور اللي بيعطيني البورز، ومن ثم السايلينج كوبلينج ايجنت اللي بيعمل الارتباط الكيميائي.
الجروب 3 هي انه الجروب 4 هي انه نحن بعض الاحيان بيحتاج بيكون عندنا فايبر بوست متماشي مع السيمنت اللي عم نستخدمه، ما بيحتاج سيرفيس تريتمنت، ما بيحتاج ساند بلاستيك، ما بيحتاج هيدروفلوريك اسيد، هو اما مرمل سابقا او انه ما بيحتاج معالجه بسبب الكيمستري بين السيمنت والبوست، بس تلوث هذا البوست لسبب ما باللعاب او غيره، هون بيكفي انه نحن نعمل معالجه بحمض الفوسفور 37% لمده دقيقه. هي تقريبا السيناريوهات اللي ممكن نحن نقابلها، فلازم نكون عارفين السيستم للفايبر بوست اللي عم نستخدمه وتوافقه مع السيمنت ونوعيه السيمنت وتوافقها او حاجتها لتطبيق البوند او السايلن وغيرها. هحاول الان من خلال استعراض مجموعه من الانظمه انه الصوره هي تكون اوضح، ونكون عارفين بعض الانظمه اللي حتحتاج هذا الامر او لا تحتاجه. فاذا بدنا نعمل تثبيت للفايبر بوست، نحن عندنا جانب اللي هو القناه قناه السن، وعندنا جانب اللي هو الفايبر بوست. بالنسبه للكنال سايد، نحن لازم ننظف القناه هي من السيلر، من اي بقايا للسيلر او لعمليه الدريلينج بالجيتس الكليدين او غيرها بالبيزوريمر. بعد هيك يفضل وأوبشنال أنه نستخدم أو نجيب سفنجة أو حتى بيبر بوينت مغموسة بالكحول، وتعمل لي نوع من التجفيف للقنوات وتعقيمها وأيضا رفع طاقة السطح فيها. بعد هيك من المنصوح فيه كمان أنه نحن نطبق الكلورهيكسيدين، وكنت حكيت في محاضرات البوندينج من سلسلة البوندينج عن فائدة الكلورهيكسيدين في إطالة عمر البوند، ممكن الرجوع لها لحتى نفهم فائدة هاي الخطوة. بعد هيك نحن بنجفف، وبيكون عندنا خيارين، اما انه نحن عم نستخدم سيلف ادهيزيف ريزين سيمنت، وهون نحن ومتوافق مع البوست وبتكون هي بتوصيات الشركه، هون نحن ما بنحتاج لا نعمل ايتش ولا نعمل بوند على مستوى القناه، او انه نحن الكور ماتيريال اللي عم نستخدمها هي كاسمنتيشن في بعض الاحيان، هذا شيء متاح، فهنا نحن بنحتاج نعمل إيتشينج للجدران الأقنية والجدران الفيرول والمنطقة اللي راح يتم الكور بناء الكور عليها، وبعد هيك بنعمل بوندينج بكيميكال دول كيور أديزيف. ضروري يكون دول كيور، لأنه مثل ما بنعرف في مناطق في القناة من الصعب الحقيقة أنه اللايت يوصل له ويعمل لي الكيورينج. هذا بالنسبة للقناة. بالنسبة للفايبر بوست، نحن الفايبر بوست إما هو هيحتاج طبعا لازم يحتاج رافنس، اما من خلال تطبيق الساند بلاستينج او من خلال تطبيق ال 24% H2O2 الماء اكسجيني 24%، وممكن ايضا تطبيق الهيدروفلوريك اسيد اذا كان هو من الجلاس سيراميك. بعد هيك لازم نطبق السايلن لمده دقيقه ونجفف، وبعد هيك ممكن نطبق البوند ونعمل تجفاف وتصليب. هي تقريبا الخطوات اللي سواء على مستوى القناة أو على مستوى الفايبر بوست. ممكن في بعض الأحيان إنه ما نحتاج نعمل تهيئة هيدا الفايبر بوست، مثل ما حكيت بالسيناريوهات السابقة، بحالات حنحكي عنها في بعض الشركات اللي بتتيح نوع من الأوبشنز الخاصة مع السمنت تبعها. في حال كان البوست اللي عم نستعمله معدني، طبعا هذاك الكلام كان كله في حال عم نستخدم بوست سيراميك، في حال كان البوست معدني طبعا بالنسبة لجانب القناة ما راح يختلف الكلام نفس اللي تحكيناه، لكن بالنسبة للبوست هون عملية التخشين أو الرافنس تحصل إما بالفلوريك أسيد أو بالساند بلاستينج أو بجهاز الكوجيت اللي حكيت عنه أيضا ضمن سلسلة الفينير ممكن الرجوع لها. طبعا الكوجيت لازم يتبع بعدك باستخدام السايلن، هو نوع من ذرات الألومينا بقطر معين بتعطيني الخشونة المطلوبة، وبعد هيك يتبع بتطبيق السايلن. في حال طبقنا الساند بلاستينج أو الهيدروفلوريك أسيد، ما في داعي نطبق السايلن، ممكن نطبق أي بوند بيحوي الـ MDB. حكيت عن هاي الفكرة كمان ضمن سلسلة البوند وأيضا ضمن سلسلة الفينير. الجدول التالي الحقيقة حبيت حطه هو دراسة لسكوتي إتقال. دراسة هاي الحقيقة كانت عم تحكي عن تأثير نظام الحشو للأوبتريشن للأقنية على الإلساق، ووجدت هذه الدراسة على أنه الحقيقة هناك تأثير وإن كان قليل على نوعية أو نمط الأوبتريشن اللي عم يحصل على الإلساق فيما بعد مع البوست. وجدوا أنه الوارم فيرتيكال كومباكشن أو كوندنسيشن بيعطيني أفضل إلساق لاحقا مع البوست، خصوصا هذا الأمر بالإبيكال إيريا مقارنة مع أنواع أخرى من الأوبتريشن.
بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم، أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة، الجزء الأخير من سلسلة بوست أند كور، لنحكي عن السيمنتيشن لمجموعة من الأنظمة الأشهر في السوق مثل البارابوست، مثل 3M، مثل البوستيك FRC، فوكلار، لنتعرف أكثر على خطوات السيمنتيشن للبوست ونوضح بعض اللبس اللي ممكن يكون موجود عند بعض الزملاء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.